أيها السيدة والسادة، كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان المبارك. نقدم لكم نشرة أخبار جامعة المنصورة، وإليكم أبرز العناوين. ختام فعاليات المؤتمر الدولي السنوي 22، الجوانب القانونية والاقتصادية للتغيرات المناخية بكلية الحقوق جامعة المنصورة. تنظيم أولى الدورات التدريبية لأعضاء الإدارة القانونية بجامعة المنصورة. ندوة بكلية العلوم جامعة المنصورة، كيف نحافظ على بيئة صحية للتغلب على التغيرات المناخية لطلاب مدرسة الشهيد محمد مصطفى الجهري الرسمية للغات. إدارة التربية العسكرية بجامعة المنصورة تنظم زيارة للطلاب لمشروع توشكا. تكريم باحثة بجامعة المنصورة لتميزها العلمي بحفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023. نائب رئيس جامعة المنصورة للدراسات العليا يتفقد معمل أبحاث الخلايا الشمسية الناشئة. ندوة بكلية الزراعة جامعة المنصورة عن الشائعات وخطورتها على الأفراد والمجتمع. مسلسل رسالة الإمام يعتمد في سرد بعض أحداثه على كتاب عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة المنصورة والمنشور دولياً بفرنسا. جامعة المنصورة تظهر في 10 تخصصات بتصنيف كيو أس الدولي للجامعات لعام 2023. احتفالية جامعة المنصورة بجوائز التميز الحكومي لتكريم الكليات والفرق الفائزة. جامعة المنصورة تكرم أعضاء الفريق العلمي وأعضاء مكتب العلاقات الدولية لحصول على عضوية متعاون بالمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية سيرين بسويسرا. جامعة المنصورة تفتتح فعاليات الدورة الرمضانية لنادي أعضاء هيئة التدريس. نائب رئيس الجامعة يفتتح المعرض الفني لطلاب جامعة المنصورة. جامعة المنصورة تشارك في ملتقى شباب أعضاء هيئة التدريس بمعهد إعداد القادة تحت عنوان معا نلتقي. مشاهدينا، كان هذا موجز أنباء جامعة المنصورة لهذا الأسبوع. كانت معكم هاجر إسماعيل، ونلقاكم على خير.